أهلا بكم في برنامج الصفحة الأولى وجولة في الصحافة حول العالم، نبدأها بالعناوين. صحيفة بوليتيكو تطرح تساؤلاً في مقال بعنوان صواريخ جافلين ثم منظومة هيمارس والآن باتريوت، ماذا بعد؟ صحيفة غارديان وفي مقالها الافتتاحي تقول إن خطط الهجرة للاتحاد الأوروبي تتعرض لانتكاسة مع تولي السويد رئاسة التكتل. صحيفة فاينانشال تايمز تقول إن بيلي نجم كرة القدم والرمز العالمي للبرازيل. لم تتوانى واشنطن عن تقديم دعم عسكري سخي لكييف، وذلك منذ بدء العمليات الروسية في فبراير الماضي، لكن موسكو ترى مؤخرا أن هذا الدعم يقترب من خطوط حمراء غير مقبولة. صحيفة بوليتيكو طرحت تساؤلا حول الموضوع في مقال بعنوان صواريخ جافلين ثم منظومة هيمارس والآن باتريوت، ماذا بعد؟ الصحيفة ذكرت أن مسار الحرب في أوكرانيا سيشهد اختباراً صعباً جديداً مع بداية العام 2023، حيث يمثل التدفق الهائل للأسلحة إلى كييف خلال الأشهر الماضية تحولاً كبيراً لا سيما في نهج واشنطن. وأوضحت الصحيفة أن واشنطن أكدت مراراً على غرار حلفائها أن الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا تتيح لها أن تدافع عن نفسها إزاء ما يصفه الغربيون بالغزو غير المبرر. ولفتت الصحيفة إلى أن إعلان واشنطن نقلها قريباً بطارية باتريوت وقنابل ذكية جوية، وهي الأحدث من بين العديد من حزم الأسلحة، يلمح لمزيد من التغييرات خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي يرى البعض أن هذه الخطوات ستجعل الولايات المتحدة طرفاً في النزاع الدائر هناك. وأضافت الصحيفة أنه رغم هذا السخاء الغربي، تواصل أوكرانيا مطالبة الحلفاء الغربيين بتقديم المزيد من الدعم، بينما يرى مراقبون أن قرار الإدارة الأمريكية في استمرار الدعم العسكري لكييف سيسهم في تجميد عميق للعلاقات الأمريكية الروسية، لا سيما ما يتعلق بالحد من التسلح. لمزيد من المناقشة حول الموضوع ينضم إلينا من بيروت دكتور سامي نادر مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية. أهلا بك دكتور. نبدأ يعني من عنوان المقال لبوليتيكو، ماذا بعد باتريوت؟ ماذا تريد كييف؟ أعتقد كييف تريد أول استرجاع المناطق التي خضعت للنفوذ الروسي والتي اجتاحتها روسيا، والأهم في الوقت الحالي تريد البناء على الدينامية على أرض المعركة التي هي لصالحها منذ قرابة الستة أشهر، يعني حينما بدأت القوات الروسية تغرق في الوحول الأوكرانية استطاعت كييف ومن خلال الدعم العسكري المقدم لها أن تعكس مسار المعركة على الأرض وأن تستعيد بعض المناطق الاستراتيجية أكان في الجنوب أو في الشرق شرق البلاد، وبالتالي هي اليوم تحاول الاستفادة من هذه الظروف المؤاتية لها على أرض المعركة، لا سيما أن الطرف الداعم لها مستمر بتقديم المساعدات العسكرية، لأنه لا يريد من جهة لا يريد انتصار روسي، لأن انتصار روسي سوف يشكل هزيمة استراتيجية للطرف الأمريكي وسوف يهدد البنيان الأوروبي والوحدة الأوروبية من جهة أخرى، حتى لو أن الأطراف هذه الداعمة تريد التسوية الدبلوماسية، ولكن التسوية الدبلوماسية وهذه نقطة مهمة تمر بموازين قوى مؤاتية للتسوية الدبلوماسية، لذلك نرى يعني كافة الأطراف اليوم لا تتأخر بتقديم الدعم العسكري حتى لو أنها اختلفت في الرؤية على المدى الطويل. هنالك البعض يريد هزيمة
لروسيا، أما البعض الآخر يريد تسوية دبلوماسية، ولكن في الحالتين لابد من تقديم المساعدات العسكرية والأسلحة النوعية التي أثبتت فعاليتها على أرض المعركة. على ذكرك دكتور، يعني طبيعة مستقبل هذه الحرب، باتريوت نفسها يعني خلقت جدلا، هناك من يراها ناجعة وهناك من يرى العكس، هل ستحدث مع العلم، هذا مع العلم أن كييف لن تتسلمها إلا بعد هذا الشتاء، يعني ليس أقل من 3 شهور بعد تدريب الجنود ويعني القيام بالإجراءات اللازمة لها، هل متوقع أن تستمر هذه الحرب حتى ذلك الحين؟ يعني كل المؤشرات اليوم يعني تدل أن التسوية الدبلوماسية أو نهاية المعارك ليست على المدى القصير، والكل يعول على تغيير موازين القوى لصالحها. ولكن مسألة الباتريوت التي تفضلت بها جدا مهمة، لأنها يعني عمليا تجعل من أوكرانيا دولة تابعة للحلف الأطلسي، لأن يعني فقط الدول التابعة للحلف الأطلسي أو التي لديها شراكات جدا استراتيجية على المستوى العسكري مع واشنطن تتلقى هذا النوع من الدعم. إذن هذه أيضا بحد ذاتها تشكل يعني نقطة ضعف أو تراجع أو انكسار على الأقل للخطة الروسية التي من الأساس وضعت في كأحد أهدافها تراجع قوى الناتو عن حدودها الغربية، وبالتالي كانت المحصلة فنلندا تنضم إلى الناتو، السويد أيضا، وعمليا على المستوى العملي أصبحت أوكرانيا أو الجزء الذي لا يخضع اليوم للسيطرة الروسية عمليا جزء من التركيبة العسكرية لقوات الحلف. لكن من ناحية أخرى، ألا يمكن فهم أن الغرب وتحديدا الولايات المتحدة باتت طرفا مباشرا في هذه الحرب مع هذه المعطيات؟ بالتأكيد، ولكن ربما ليس من خلال عسكر تابع لها على أرض المعركة، لأن هذا سوف يعني يكون عمليا ورسميا مواجهة مباشرة مع الروس ومع كل التداعيات لهذا الأمر، ولكن التقديم هذا الدعم العسكري بالعتاد والمعدات والتكنولوجيا والمعلومات للجيش الأوكراني مؤشر واضح وساطع أن المواجهة هي مواجهة بين الدول الأوروبية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا من جهة أخرى. طيب، يعني برغم تزويد يعني وتدفق كل هذا الدعم العسكري لكييف، إلا أن زيلينسكي ما يزال يطالب بالمزيد، يعني وطلب أيضا بصواريخ يعني بمدى يزيد عن 300 كيلومتر في آخر زيارة لواشنطن، برأيك هل سيتم تزويد بهذه الصواريخ؟ أعتقد نعم، لأن الانتخابات الأمريكية النصفية قد انتهت، وما يقال خلال الحملات الانتخابية غير ما يقام به أو ينفذ ما بعد الانتخابات. هنالك مصلحة استراتيجية لأمريكا في العمق الأوروبي، هي لا تريد أن تصبح روسيا هي المسيطر على القارة الأوروبية، وتريد أن تبقى هي الدرع الأمني للدول الأوروبية، وأتت هذه الحرب بكلفتها الباهظة على المستوى الاقتصادي. لا نقول أبدا أن كلفة هذه المواجهة ليست عالية وعالية جدا وقد تقود إلى تغيير ما موازين القوى، ولكن من الباب الاقتصادي، ولكن على المستوى الاستراتيجي هنالك مصالح أمريكية واضحة بوقف المد الروسي والتأكيد
تأكيد على أنها هي الضمان الأمني للاتحاد الأوروبي. طيب نقطة المفاوضات دكتور سامي، يعني الطرفان يبديان استعدادا لها لكن بشروط، وهذه الشروط تنذر يعني عكس ما يبديان، يعني عكس رغبتهما في التفاوض. برأيك متى بالفعل سيتم، يعني ستتم هذه المفاوضات بين مختلف الأطراف، سنقول ليس فقط أوكرانيا وروسيا؟ أعتقد حينما يدرك الطرفان أن لا إمكانية بعد بتغيير موازين القوى. يعني حتى الساعة الرئيس الروسي بوتين يحاول أن يغير بموازين القوى عبر الوسائل الاقتصادية، عبر وسائل أسعار النفط، أسعار الغاز، وعبر سلاح مدمر جدا هو مسألة النزوح من الداخل الأوكراني إلى الداخل الأوروبي. يعني استعمل هذه الوسيلتين كوسائل ضغط على الخصم. إذن هو ما زال يعول على تغيير موازين القوى. ومن جهة أخرى المعسكر الغربي والرئيس زيلينسكي يحاولون كما ذكرنا في البداية أن يعدلوا موازين القوى لصالحهم، والبناء على هذه الدينامية الجديدة على أرض المعركة التي هي لصالحهم في الفترة الأخيرة. إذن الطرفان اليوم كل من جهته يعول أو يراهن على تعديل في موازين القوى لصالحه، ولكن بدأ أيضا الطرفان يدركان من وجهة نظري أنه لابد من تسوية دبلوماسية في المحصلة، حتى لو أدى ذلك إلى اعتراف ديفاكتو، يعني نعم، اعتراف أمر واقع بالأجزاء التي ضمت إلى روسيا، وهي أجزاء من الأراضي الأوكرانية، أي منطقة الدونباس تحديدا. دكتور سامي نادر، مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية، تفضل من فضلك بالبقاء معنا ونواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. ناشونال انترست تتساءل لماذا تفقد الصين نفوذها ضد الهند، وتقول المجلة إنه سيتعين على الصين والهند تطوير طريقة مؤقتة جديدة للتعايش في المنطقة مستقبلا. غارديان تقول إن إكسون موبيل تقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن ضريبة الأرباح المفاجئة، وتضيف أن شركة النفط الأمريكية رفعت دعوى قضائية ضد سلطات الاتحاد الأوروبي بشأن قرار الاتحاد بفرض ضريبة مفاجئة على أرباح شركات الطاقة العالية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي غارديان نقرأ كذلك أن المجلس العسكري في ميانمار ملام في وفاة أكثر من 160 طفلاً خلال هذا العام 2022، وتقول حكومة الوحدة الوطنية في المنفى إن الرقم ارتفع بنسبة 78% عن العام الماضي وبعد انقلاب فبراير 2021. فاينانشال تايمز تؤكد أن النقابات تهدد باتخاذ إجراءات قانونية بشأن قوانين مكافحة الإضراب في المملكة المتحدة، حيث ستحاكم النقابات الحكومة إذا حاولت تطبيق تشريع للحد من الحق في الإضراب بدلاً من الجلوس للتفاوض بشأن الأجور مع عمال القطاع العام، وفقاً للرئيس المقبل لمؤتمر النقابات العمالية. وول ستريت جورنال تقول إن التضخم يقتطع الكثير من دخول الأسر ذات الدخل المتوسط، وانخفاض القوة الشرائية من رواتب الأسر ذات الدخل المتوسط خلال عام. في بداية العام الجديد تتولى السويد الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، يأتي ذلك بعد أشهر قليلة من وصول الحكومة الجديدة التي تتسم بسياسات صارمة في مجال الهجرة واللجوء إلى سدة الحكم. صحيفة غاردين سلطت الضوء على الموضوع في مقال بعنوان انتكاسة لخطط الهجرة في الاتحاد الأوروبي مع تولي السويد رئاسة التكتل. الصحيفة قالت إن ملفات دولية عدة تؤثر على التكتل الأوروبي تنتظر السويد، والتي ترأس الدورة الجديدة للمجلس الأوروبي مع بداية العام لتبدأ مرحلة جديدة
في تاريخ التكتل، خاصة مع وجود الديمقراطيين السويديين حزب اليمين القومي في الحكومة الائتلافية الجديدة والتي تتسم بسياسات صارمة في مجال الهجرة واللجوء. وذكرت الصحيفة أنه يبقى ملف قضية إصلاح قواعد اللجوء حجر عثرة، حيث يكافح الاتحاد بشأن كيفية إصلاح قواعد اللجوء منذ أزمة الهجرة في 2015 مع إحراز تقدم ضئيل أو معدوم، فضلاً عن تخلي البعض عن فكرة الحصص الإلزامية للاجئين. ولفتت الصحيفة إلى أنه كانت هناك آمال في أن تتمكن الرئاسة السويدية من اتخاذ خطوات واسعة نحو إغلاق الملف بحلول نهاية الفصل التشريعي عام 2024، ولكن هذه الآمال تلاشت مع حكومة يمين الوسط الجديدة التي تعتمد على الدعم من حزب الديمقراطيين السويديين المناهض للهجرة، ما يشكل انتكاسة حقيقية لملف الهجرة. وأضافت الصحيفة أن هناك العديد من التغييرات في السويد ستشمل كذلك الحاصلين على حق اللجوء والحماية، حيث اقترحت الحكومة الجديدة بدعم من ديمقراطيي السويد بإلغاء فكرة منح اللجوء الدائم للاجئين. كما ستقوم الحكومة الجديدة بحملة من أجل تخفيض أكثر من 4 أخماس عدد اللاجئين المسموح به كل عام. عودة مرة أخرى لضيفنا الكريم من بيروت دكتور سامي نادر، مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية. دكتور أهلا بك من جديد. ستوكهولم الجديدة، هذه الإدارة الجديدة السياسية لستوكهولم، هل يمكن أن تغير يعني رئاستها للاتحاد الأوروبي من مجرى بعض الملفات هناك؟ ربما لن تغير كثيرا، ولكن بالتأكيد يعني سوف تشكل عقبة أمام استراتيجية موحدة في مجال الهجرة، التي هي اليوم أكثر من ضرورية، بل هي أولوية للدول الأوروبية التي هي في مواجهة مع موسكو. يعني مواجهة موسكو اليوم لا تكون فقط بالطرق العسكرية وبإرسال المعدات النوعية والدعم العسكري، إنما كما بات واضحا تتطلب استراتيجية موحدة على أكثر من صعيد، على مستوى الطاقة وعلى مستوى الهجرة. لأنه يعني كما أشرنا في حلقة أو في الفقرة السابقة، هنالك استعمال لموسكو لهذه الوسائل، أي استعمال مسألة النزوح واستعمال أسعار النفط والغاز وأسعار الحبوب كرافعة الضغط على المعسكر المعادي أو المعسكر الأوروبي، وبالتالي في المقابل هذا المعسكر اليوم مطالب، وهذه هي يعني مجمل النقاشات في أوروبا تدور حول هذه المسألة، الوصول إلى استراتيجية موحدة مثلا للتخلص من الاتكال على الغاز الروسي، ولكن أيضا استراتيجية موحدة لاستيعاب هذا الكم من النازحين، خاصة إذا هذه المعارك سوف تكون مستدامة وهذه الحرب لكن يعني من الأساس السريع. هذه الحكومة ومن هم على رأس هذه الحكومة يعني يتوعدون بقواعد أو بقوانين جديدة أكثر صرامة بالنسبة للهجرة. هل نفهم من كلامك دكتور سامي بأن ستكون هناك استثناءات بالنسبة للأوكران أو اللاجئين، يعني الناتجين عن حجم يعني اللاجئين الناتج عن هذه الحرب بأوكرانيا، مع العلم أن هناك بعض الدول أيضا الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كإيطاليا، المجر، بولندا، من يتبنون نفس النهج ونفس السياسة؟ يعني إذا لم تكن هنالك استثناءات، هذا يعني أن هذه الأحزاب أو هذه الحكومات اليمينية تلعب لعبة بوتين، وهذا اليوم ما يقال لهم أو الانتقادات التي توجه لهم من قبل الأحزاب المنافسة لهم سياسيا، يعني أحزاب اليسار، أحزاب الوسط، حتى أحزاب اليمين المعتدل، يقولون يوجهون انتقادات لازعة لليمين المتطرفين أنهم يلعبون لعبة من حيث يدرون أو لا يدرون، يلعبون لعبة بوتين. ولكن أيضا هنالك واقع، الواقع الاقتصادي اليوم،
الضاغط يجعل أن شرائح كبيرة من المجتمع ومن القاعدة الشعبية تتعاطف مع هذا اليمين، ليس لأسباب إيديولوجية إنما لأسباب اقتصادية، لأنهم يعني يرون التهديد على مستوى الوظائف، على مستوى فرص العمل، على مستوى الهويات الثقافية لمجتمعاتهم، وهم لا يحبذون هذا الكم من النازحين. لذا الأمر بالغ الدقة وبالغ الأهمية بنفس الوقت، ويعني وهنالك تناقض، وهنالك تناقض واضح. لذلك معالجة الأمور تتطلب قدر كبير من الحكمة، ولكن سوف يكون لديه تداعيات وكلفة على المستوى الشعبي. يعني كما فرزت الانتخابات الأخيرة في بلدان تفضلت بذكرها مثل إيطاليا، مثل هنغاريا، مثل بولندا، مثل وهي وكلها دول يعني دول رأس حربة في المواجهة العسكرية مع موسكو، ولكنها أيضا في الوقت نفسه لا تريد أن تدفع مجتمعاتها هذا الثمن الباهظ لهذه المواجهة، خاصة على مستوى الهجرة. إدارة يعني يمينية على رأس الاتحاد الأوروبي، يعني هل سيغير شيئا بالنسبة لقرارات الاتحاد؟ لا، اليوم لا، اليوم لا، لأن كل القرارات المهمة في الاتحاد الأوروبي تؤخذ بالإجماع الكامل، هذا وفق الدستور الأوروبي والاتحاد الأوروبي. للأمر نقاط إيجابية ونقاط سلبية لهذا الموضوع، ولكن كل القرارات المهمة تؤخذ بالإجماع، وبالتالي يعني ليس هنالك خطر عن أن يقوم هذه الرئاسة السويدية تغيير المسار، ولكن هيدا أيضا يعني هذا يشكل عقبة، عقبة أمام التوصل إلى استراتيجية موحدة وموقف موحد بفترة بالغة الأهمية. أوروبا تخوض فيها حربا، حربا وجودية إنجاز التعبير، لأن ما هو على المحك هو مستقبل البنيان الأوروبي. وصلت الفكرة. دكتور سامي نادر، مدير مركز المشرق لشؤون الاستراتيجية، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. رحيل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيلي عن عمر يناهز 82 عاما كان محط اهتمام العديد من الصحف العالمية. صحيفة فاينانشال تايمز أفردت حيزا لموضوع في مقال بعنوان بيلي نجم كرة القدم والرمز العالمي للبرازيل. ذكرت الصحيفة أن البرازيل اتشحت بالسواد حزنا على بطل الشعب الذي ظل رمزا للبلاد لأكثر من 60 عاما، وكان سببا رئيسيا في تتويج راقصي السامبا بأول 3 ألقاب لكأس العالم. وأوضحت الصحيفة أن بيلي يعد هداف البرازيل على مر العصور، وواحدا من 4 لاعبين فقط سجلوا أهدافا في 4 بطولات مختلفة في كأس العالم. وسجل النجم الراحل رقما قياسيا من الأهداف، إذ أحرز 1281 هدفا في أكثر من 1300 مباراة شارك فيها خلال مسيرته الكروية والتي استمرت 21 عاما. ولفتت الصحيفة إلى أنه تم اختيار بيلي اللاعب الوحيد المتوج بكأس العالم 3 مرات كأفضل رياضي خلال القرن الماضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية عام 1999، وبعدها بعام كأفضل لاعب من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأضافت الصحيفة أن بيلي يعتبره كثيرون أعظم لاعب لكرة القدم في كل العصور، ويعد هذا المراوغ الفتاك الذي ساهم في ولادة كرة السامبا بمثابة كنز وطني في البرازيل، حيث تبقى ذكرى بيلي خالدة كملك أحدث ثورة في رياضته مع رقم 10 الأبدي على ظهره. اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا المختلفة، نتابع أبرز عناوينها. نيويورك تايمز تؤكد أن الأمل في محادثات السلام يتراجع بسبب المواقف المتشددة لروسيا وأوكرانيا
وتوضح الصحيفة أن كل من موسكو وكييف تقولان إنهما مستعدتان للتحدث، لكن شروطهما للجلوس إلى طاولة المفاوضات تشير إلى خلاف ذلك. نيويورك تايمز تقول إن الولايات المتحدة تسارع لمنع إيران من توفير طائرات بدون طيار لروسيا، حيث شرعت إدارة بايدن في تحركاتها لحرمان إيران من المكونات الغربية الصنع اللازمة لتصنيع الطائرات من دون طيار التي يتم بيعها لروسيا، بعد أن تبين من فحص حطام الطائرات المسيرة التي تم اعتراضها أنها صنعت باستخدام تقنية أمريكية. فاينانشال تايمز تؤكد أن السفر من الصين إلى الولايات المتحدة سوف يتطلب اختباراً سلبياً لكورونا، وقال مسؤولو الصحة الفيدراليون إن هذه الخطوة تعكس الانتشار السريع للفيروس في الصين. وول ستريت جورنال تشير إلى أن الصين تزيد التجارة في آسيا مع اتجاه الولايات المتحدة نحو انفصال الأعمال، وتوضح الصحيفة أن تعميق العلاقات هو نتيجة للثقل الإقليمي للصين، وأيضاً نتيجة الخلاف بين واشنطن وبكين. غارديان تشير إلى أن الأمم المتحدة تعلق بعض برامجها في أفغانستان بعد حظر عمل النساء في منظمات الإغاثة، حيث أدى قرار طالبان بمنع النساء العاملات في المنظمات غير الحكومية إلى منع الخدمات الحيوية في جميع أنحاء البلاد. إلى هنا نصل إلى ختام جولة الصحافة العالمية، شكراً لطيب المتابعة وفي أمان الله.